امور جديه على قناه الحوار التونسي كل نهار ثلاثه. البرنامج هذا اللي يجيكم كل نهار ثلاثه سعيد انه معنا كريم الغربي، مريم بن مامي، بسام الحمراوي، عبد القادر الجديدي، بيا الزردي، وصادق حلواس. ضيفنا الاولاني زاد باش نحكيو على فيلم مهم، سعداء باستقبال محمد مراد. مرحبا بكم، هذا برنامج امور جديه. نشكرك محمد مراد اللي لابس كاسكيت حفاظا على مشاعري، شكرا لك، يعطيك الصحة. اما بالحق كي نشوفوا بعض صادق يذكروني بك فك البرامج الطبيه هذه، رئه المدخن ورئه غير المدخن. يا غيب علينا هذا الاسبوع فوزي بن قمره واصاب على اتهام توجه الى صادق حلواس. انا ما نتكلم كان قدام محامي تاعي. الحقيقه كثر برشا صادق خير مالك الحقيقه. ما تعليش هذاك الكل، ما توربي فيتي معناتها سيغتان شوز، الحق نتاع ربي هو اجا وقعك حاجه، هو خذا في خاطره. خذا في خاطره شنو؟ لا مش فادك والله. انت عنده عرفون مول سيدي خو خذا في خاطره. شفت عليك معناتها دبر مليون زايد مشى وخلاك ميزي بلوغ نتاع دونك. عملنا لا هو فوزي بن قمره مريض دونك مستبرد، نتمناو له الشفاء العاجل. هذه تفاعلاتكم في ناشيونال فيسبوك. تبرز البروفيلات على حائط الصفحة وتكشر عن كومنتاراتها، فكان الكومنتار الأول حول فوزي بن قمره الذي هدد بالانسحاب، إذ قال كمال منصور: معلمي بن قمره يرحم والديك، انت حبيب الشعب. نعم انه حبيب الشعب، وبعد هذا اللقب يتغير اسم الشارع الرئيسي للعاصمه من شارع الحبيب بورقيبه الى شارع فوزي بن قمره. ولكن لا تجري الرياح دائما بما تشتهي السفن، حيث قال طفول طفول: جايبين غلط في غلط فوزي بن قمره. أما عن الدكتور أحمد ساتور: اجتمع الناس على أن آلة الكذب لو كانت حاضرة لأجهشت بالبكاء، هذا وقد أعجب الكل بعفويته مع المجموعة، ولكن كما في البراري لا تستطيع الاستمتاع بمنظر الغدير لأن الضفدع سيطل عليك لا محالة. إذ قال زهير عبيدي عبيدي: القيتوا واحد زوالي تتسلوا به، خفوا ربي يا إعلام العار. هل تعلم أين يعمل زهير؟ في ستيك. يا إلهي، تخدم في ستيك وتحس بالزوالي؟ حقاً إنها مزحة. في خضم كل هذا حصل أمر مريب، معلومة استخباراتية أتى بها رأفت الهجان عميل صفحتنا، يقول: هناك معلومة تقول أن الرئيس الجديد دونالد ترامب لديه شركة في تونس تحت تصرف ابنته. أولاً هذا التعليق كان على فيديو بسام الحمراوي عندما قلد كافون، يعني التعليق لا علاقة له بالفيديو. هاي فهمت، هناك رموز واضحة، شركة مع لا علاقة مع كافون مع معلومة ملحيت تساوي السيد طلع شيخ على الأخر. وكالعادة لم ننسى نصيب الحسنوات، قالت ريما ريموشا: برافو برنامج طيارة، اي سورتو كريم الغربي قتلني بالضحك، ماهوش عادي. أما صديق التيجاني قال: أعطي الخبز الخبز، واخطونا من السياسة وكسرونا من زمار. أما أماني بن عباس وجهت رسالة لبيا الزردي: يا بيا شكون قال لك هالوين اليوم؟ وأحمد جي اس كا قال: بيا أحلى بنوتة في العالم. هاي بنوتة انتبهي لمن يغازلك، هذا الرجل درس النطرة ويعمل في البركاجات. إلى هنا تنتهي فقرة ناشيونال فيسبوك، ننتظر تعليقاتكم على هاشتاج OG على صفحتنا الرسمية الحوار التونسي. اللي تفاعلتوا معنا زاد في بلاي اليوم، بلاي سبيسيال معنا، تعدينا لو ماكسيموم، يجيونا عشرات الميساجات اليوم، 4 دقائق بلاي تبارك الله من العالم الكل، حتى اجانب تشوفوا تعليقهم بعد. محمد مراد مرحبا بك، انت فيلم وه هبط للقاعات، اش معناتها وه بسام؟ على سؤال اش معناتها وه؟ وه يا شوم يا شوم يا شوم مش هاشومي يا شومي يا شومي. اي كريم واه ما قلتكش عاودها، اش معناتها واه؟ واه يا بوي يستغرب حالك تستغرب يستغرب. اي شنو هي كلمه بالعربيه ولا بالدارجه ولا بايش؟ لا هذه بالدارجه التونسيه، الدارجه 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 التونسيه. بجدك؟ واه بجدك؟ واه بجدك نوفل ما تعرفش واه شنو هي؟
فما وه يا غلب هذيك زيادة. فما وه فما وه يا غلب هذيك بجدك معناك. ملا سي عبد القادر وه عربية. وه هن معناتها الوه. الوه هو الحزن. دونك تقول وه عبارة عن أنت حزين. وحسب المعجم الوسيط وه من هذا وه أي أفن. معناتها وه من غياب فوزي بن قمرة. أي صعيبة هذا. بالحق معناتها لغة عربية. صعبتوا الفيلم. صعبتوا الفيلم. لا باين معناتها. سير على الاخر معناتها ما في لا هما ما قالوا لكم على واه تونسي واه شما واه هما يعرفوا اكثر معناتها انت جيت فما سؤال جيت نسالوا لك خليوا لي لافيش باش نقول لك محمد ما خفتش من فيلم كوميدي اول مره من بعد كي شفت نجله وكافون بدلت سؤال قلت زين مادام هما يمثلوا دونك انت مش تحير لا ما عندي مخاسر معناتها فهمت قمرت مشيت مشيت ما مشيتش ما مشيتش فهمت دونك الفيلم اكسبيريونس جديده في السينما التونسيه انه الممثلين الكل يمثلوا معناتها فيلم لو كوست ساعه ويتعدى في الايس فليكس بعد السينما وفما جو اس ام اس هو اللي باش يخلص الممثلين اكسبيريونس جديده باش نحكيو عليها ولكن قبل نمشيو لفقرتنا الاولى وانت معنا محمد صار ولا ما صار قبل ما نحكيو صار ما صارش بدلنا فما نوع من التطور في الحلقه دونك بدلنا شارات الحصه دونك لو كان باش صار حضروا لي صار وما صارش دونك لو كان باش يطلع الاخبار صار باش تخرج لكم مريم بن مامي الجمعه هذه وريوني صار ولو كان الحلقه هذه ولو كان يطلع ما صارش باش تخرج لكم عبيثه في الصين زراعة أذن في ذراعي مريض في الصين صار ولا ما صار جاوبوني صار ولا ما صارش معناتها حطوا له ذراع مريض بالحق صار عليه ما صارش باهي لا ما نتصورش كمان صار لا انا صار نسمع كيفاش يحكي في التليفون يبدا يحكي في التليفون يخرج من البحر ولا من الماء هكا وذنيه مسدوده يبدا يعمل هكا ما وذنيه كيفاش صار يا تخيل يحكي حق بلوطه لهنا يحكي مع خطيبته شدك البطانية يحكي مع خطيبته الو ايوه نسمع فيه بالحق الريزو صدق صار صار يحلف يقول لك والله سمعته بوذني بس صار صار يزرعها في 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 ذراعه خاطر نفس الخلايا وبعدك كي تكبر يركبوها في يرجعوها لودني صارت مثقف انت صار ولا ما صارش؟ صار صار صارت نعم زراعة أظن تعرف والله جي غوماركي عندي اون بيل دونتيسيون شي؟ اي صارت اي في الصين طبعا وذن هذيك مش بها كيك الوذن بالرسم وذن هذيك وذن اي عملوا له وذن معناتها الوذن هذيك الانستالاسيون اللوطانية ما ركبتش الوذن فهمت؟ هذيك كيما الدار اللوطة ولا الطاجين معناتها كي واحد يشدهم من يده يقول له ما عادش نسمع اي اي معناتها شوف الامم المتقدمه شوف الامم المتقدمه في تونس واحد يشدك تروح نمشي تمشي نحكيو شويه لبرا ولا في وذنك نوشوش فيش نوشوش لها نوشوش لها كيف وذنها قداش مخك مخك في وذنها في تولوز عملوا جاردوري للرجال اللي يمشيو مع نساهم للشوبينج يولي يقعد في الروضه يستناها اللي تكمل تعرف اكبر مشكله في العالم هو كي مرته تبدا تعمل في الشوبينج هو كي الوقفه قدام البوتيك وهذا السكان دونك في تولوز فكره جديده جاردوري يتلموا فيها الرجال اللي طول ينساهم يروحوا من الشوبينج صار ولا ما صارش؟ باهي هذه يعملوا في تونس ماذا بيا؟ يلموا الرجال اي الكلكم تتوقعوا محمد تصير اي يتعبوا برشا الرجال يتعبوا برشا اي معناتها تمشي وكل وقفه مره على حيط مره في كرسي مره في كذا الكلكم صار نسايا بتاو ديما في الواحد اي نسايا بتاو اي ترى نشوفوا صار ولا ما صارش؟ صار اسمعني هو راهو مش معناها تو انت معناها هذه زعما مضخمه شوبينج ودرا شنو راهو مش معناها نسيت كل كيكة معناها انا نتذكر قبل كي كنت صغير نمشي مع امي مش شوبينج نمشي سوق الجمعه ديما تبدا توصي فيا نبدا طالعين في النقل الريفي اسمعني
كي نوصلوا غادة تعجبك حاجة قول ما عجبتنيش باش يطيح في السوق. سير تكنيك تكنيك سير باش مثلا تحب قطعة فهمتني أمك تاخذ حاجة أخرى تاخذ حاجة كبيرة عليك واسعة والكل باش تستحفظ تشد هذيك ولا يبدا مريو لك كبير هذه زعما أمه كريم كريم ماشي نسوق جماعة تو كتاش لعب سبيت اللي يشعل بالضوء شعل بالضوء نجيب لك بريكية واشعل انت بكلك منك تفي عليك كل ولاد قسمي عنده سبيت اللي يشعل بالضوء تمشي شعل لك يقول لي عاود تفي بالضوء او دي راهو يطيح لك شارج فاست 8 راسي لك بارك هكاك على ركيب نحب مريول نيويورك شنو منين نيويورك اسمع كون نوصلوا قدام البياع شنو تقول؟ نقول عجبني والله ما عجبنيش صباح الخير نارك زينة حاجة قداش كابيش؟ 25 قداش؟ 25 25 دينار؟ لا 25 كافريكاسي 25 دينار نحب سبيد ريش عبد الله سكر فمك ماذا بك بكوت شو الأزرق راه؟ أحاجة المغط هذا ولدك؟ شو المغط؟ أنت ولدي الله غالب الله غالب أسمع طيح لنا شوي في السوق 23 لا أول مرة أشوف كاميون يتكلم مش عاوني فيه ولا نمشي امشوا امشوا على روحك انا ماشي راه مش للبيع باش نمشوا راه مش للبيع والله ما نمشوا راه اجي خليوك ب 20 عجبت الكابيش هذيك اسكت اسكت حب الكابيش هذيك اسكت اسكت كابيش تشحب الضوء حب كارب ابو الكمون عندك صبابط عندي قداش تلبس انت؟ 37 34 اعطيه واحد ولدك قاري ياس اي لا قدا جبت معدل السنه؟ جيت له انا قدا جبت معدل؟ 6 على 10 على 20 انا بكرمت شحال بالضوء اسمع لو يلبس 35 اعطيني صباط 45 هودي ولدك قال يلبس 35 ما باش يشدوا 3 4 سنين لقدام عندي واحد 55 تو يشدوا للبار حب الفيست هذيك انا كمان لو في نيويورك سي بون كابيش لو في نيويورك كي كبشو كي كب تعرف اخي بحاجه نكرهها نحب مليوي اسمعني بجاهل يبدا يغرد راهو يبدا يغرد في السوق اسمع عيب نعيد جد سكر فمك وفمك نعملوها صغارك تتصمصر في بلاصتك تتحرك تتحرك لا وبعد تعطيه كلمة سحرية هذيك نشكي بيك البوك راهو يلبد فريق الانتاج كريم الغربي قال لكم نحب ملاوي بجاه ربي اسي باش تجيبوا لنا ملاوي هو يوعدنا بشكلها في وكارتة وكارتة في التليفون قتلت زوجها بسبب نكتة سخيفة في الصين هذه حكي لها نكتة ماستا اخي قتلته يلا صار ولا ما صارش حسب رايك في الصين يحكيوا له كتون كاكي فيها نكتة تحس توفع فيس على النكتة في الصين حاب نحكي لك نكتة سيناي ليه الغشة ليه يا كري؟ جونكا كاوي فاتح مح علاش ما صارش؟ بمخك مش محلول على العالم، ما تعرفهمش نساج الصين؟ نتاع الصين ما نعرفهمش. كي قلت لي في تونس ينجم، أما في الصين خويا ما نتصورش. عليه صار صدق؟ يصير خويا يصير، ساعات واحد يحكي لك نكتة مش تقتلك برك. يصير يصير، فما نكت ماستا بالحق. فما مساطة. عندكش نكتة ماستا كريم جارب؟ عندي. خلينا نشوفوا لحظة على الخبر الخبر صار ولا ما صار؟ باش تطلع مريم باش تطلع مريم ما صارش ما صارش برافو محمد برافو مريم بسيف وينه وبيا لحظة هاي بيا تخيل باش نعملوا من كان الأمصف شكون يتبرع؟ أنا نتبرع كريم بسيف صادق بيا يلزم تحكي لنا نكتة يلزم ما يضحك حد محمد حظك كلكم تحظ يلزم نكتة إذا ضحك واحد سيكون فشلت كريم مرحبا بكم في برنامج من كان الأمسط معنا ثلة من أمسط ما خلقت الساحة الإعلامية بيا سرتي صدق حلويس محمد مراد كريم الغربي بسام الحمراوي ولجنة الحكم عبد القادر جديدي وماري بن ميمين انتم اللي باش تحكموا يلا قطوسة دخلت المعتمدية علاش؟ تجبد مضمون تطلع مضمون ليه؟ تعمل ما تقابل معتمد ما قطوسة تقابل ليه؟ علاش؟ قتل باب محلول
عايش وحام يطار ما في زر عايش ما فلاش تحكي متقيد مساطة ولكن ضحكوا الجمهور باي. فما واحد بليد برشا وواحد ماسط ياسر تقابلوا مع بعضهم وتفهموا باش يتبارزوا شكون اللي قمت المساطة شكون قمت البلادة. واحد كيما احنا بحدينا طلب نومرو اوبيف هكي طلب نومرو وقال لها عسلامة مدام قالت له عسلامة قال بلي عادي لي سحسن قالت له ما عندناش قال بلي عايشك سحسن ما عندناش سحسن من فضلك بلي ما عادش عندي وقت كلمنا حاسين له ساعة وهو إياه سي حسن ما عندناش ما عندناش ما عندناش علق تليفون قالت له قال له شفت قديش انا ماسط غزر له البليد قال له باهي اوكي خليني انا نحاول تو هاي هز التليفون قال له الو الو عسلامه مدام قال له سي حسن معك بالله يطلبنيش يا حد اضحكوا بالله اعطيها ما تضحكش انزل عليها بدماغ تلعبي على مصادر بس هذه مرشحه مرشحه بارزه باش تكون امصت نكته بس فما نمالة لابسة كولون أحمر علاش؟ لحظة التليفون نستنى في سحسنة علاش لابسة كولون أحمر؟ أي نمالة لابسة كولون أحمر علاش؟ خاطر متعدي زرزور مريضة بالحصبة لا لا خاطر ما تقدش خاطر لك حرمة جيش لا علاش بسام؟ خاطر الأصفر مبلول ومعلق في شريطها تقعد بيا في الصدارة وفي المكتب الثاني صادق فما بقرة تحت في بير كيفاش خرجت؟ مبلول مبلول طلعت بصعوبة انت يجيشي ماست يجيشي قديم ماست وقديم جائزة لجنة التحكيم وكبير بركلة في العمر بركلة كبير محمد محمد قال لك ثم واحد اي اثنين ثلاثة نقدم لكم أشب ماسط في تونس لجنة التحكيم شكون تفوز بالمرتبة الأولى تفوز هكا قلت لكم باهي زردي تصفيق على باهي زردي باهي الو الو عدي لي سحسن الو عسلامة عدي لي سحسن بربي شكون؟ سي حسن من فضلك عايشك. الو؟ اي سي حسن. بالله حشي بيها مان. عادي قولي فضلك عايشك. يا بنتي نحفظني سي حسن بالله امان عايشك امان ما عادش عندي وقت عادي لي سي حسن. عايش خويا فيسا فيسا فيسا. اختي فيسا ما عادش وقت ما عادش وقت سيل تو بلي ما عادش وقت عادي لي سي حسن توا توا. فيسا فيسا اسمع اسمعني 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 امان عيط له عيط له اسمع امان قل له حشتي بيه قل له حشتي بيه يا بنتي غلطه في النوم سيتو بلي امان عايش خويا ما عادش وقت يا بنتي بعدايا انور انت عليها هكايا والله ما نعرف وي اسمع سي حسن عسلام عايش خويا بربي امان سي تو بلي ما عادش عندي وقت عايش خويا امان عايشك عايش خويا امان فيسا فيسا اسمع مزروبه 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 توا عايش خويا امان فوتنا دقيقه برافو برافو خويا مرحبا بك احنا برنامج امور جديه الو وي خويا احنا برنامج امور جديه اللي كان تحكي معك باي زردي معك نوفل روتيني تصفيقه كبيره عليك خويا يعطيك الصحه عادلنا يا سي انور ان شاء الله معرفه طيبه يا سي انور ميرسي بوكو وبجاه ربي يا مان سلمنا على سي حسن الخبر اللي بعده عاون حمايه مدلية دونك يولد امراه في تاكسي صارت ولا ما صارتش؟ الكل صار يظهر لي نشوفوا الاخبار تفرجتوا فيه معناتها في تونس صار معناتها صار في تونس الخبر هذا وحاجه باهيه لقاها مزروبه عاونا هو ملازم يظهر لي في الحمايه المدنيه دونك ولقاها مزروبه وما فماش الوقت والتاكسيست مفجوع جاها الحس غادي ولدها اما كل شيء تعدى كما يرام معناتها بارك الله عليه وتصفيقه كبيره عليه على الحمايه المدنيه هذا خاطر حجام في تركيا عمل فرقه تعزف لك وانت تحجم في راسك
تخيلوا والله. عملت فرقة تعزف. أنت تمشي تحجم وفرقة التالي وراك تعزف. نورمال. صار لما لا تراك لا تراك. لا تراك صار معاهم برشا حكايات. صار واحد يحصل في البواط بالك لا لا لا. هو هذا يوسف بربوش ولا جابوك عارف ما عادش تستغربوا شيء محمد كيف تصير هذه؟ اي حاجه عاديه معناتها مش حاجه زعما هاكا قال لك فرقه كامله اي نورمال ماركتينغ معناتها نجم دخلها رجال الحجامه نتاعو عند واحد يسمع في الحبيتر يعمل شايب العبيتر نشوف الاخبار صار ولا ما صارش حجم في الدنيا اما فرقه فرقه كريم خير واحد في الوضعيه هذيك وتصور تحجم وراك واحد بكمانجه ليه شو اللي عمله وصل حتى لتونس راه انت ولا مشهور في دريابك ما عادش يكنس في تركيا سي تخي فيزابل نو تمشي في الشوارع وكل شيء تلقى معناتها بيت تعزف وكل شيء باش تعمل بعد امور جديه ديريكت حل بالحق في تركيا سي تخي فيزابل بالرسمي مش حاجة ما تعجبها برافو صار أي 14 مرة مرأة عادت البريمي وما خذتوش صار ولا ما صارش؟ على الأخر صار ما 14 مرة ورا بعضهم شنو على الأخر؟ أي تنجم تصير ما أي فهي 15 ديجا وريني صار ولا ما صارش؟ صار صار الحكايه صارت 14 مره ما خذتوش يظل لي وليت عقده نفسيه بيا ما عادش يظل لي وليت لها عقده نفسيه انا باغ اكزومبل اول مره عديت البيرمي نتاعي ما عطانيش اول مره البيرمي قعدت ما خذيتش البيرمي اربع سنين بعد ولا خمسه سنين من بعد وشريت كهربا كوميم وتحديته وسقت بلاش برمي الحقيقه صغر يعمل غلطه كبيره لا بالحق ما يوقفونيش كي راوني قولي على السلامة بيونا وشنو تعدى نتعدى خمسة سنين غلطوني قعدت نسوق من غير برمي وشريت كهرباء وتعلمت واحد خذيت برمي راك ندمت منه باعتبار مصروف زايد انا لا 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 خذيته من غير مصروف بالمعارف خذيته برمي زاده ما مشيتش عديته اه يعني جاهل الدار لا لا يا ما تصيرش هذه في تونس مستحيل مستحيل تصير حاجه كيما هكا في تونس يا عجبكش في بلد صلي على النبي ديجا انت ملي علي ما نصدقكش حتى كي تشوف في تونس كسي سوق ومستحيل بالغش خلي والبرمي تحس ما تحس ما بيت كوريك منظمين امورنا المشكله فيش على اعصابهم احنا ديما معناها هذيك كيفاش تسوق نتصور لازم تحسهم قارين معناها بالرسم كلام زايد معناها ديما يولي بطل ديما اللي فيه بفوسط الكهرباء ابطال يولي عادي كهرباء فيها ستة يبدا يسب فيها مسكر على روح الشباك تو نهبط لك تو ندقدقك ورا قدك تميم فهمتني يبدا يسوق مثلا انا مثلا تبدا هو كونفيت وفي مرته واحد صادق مثلا يسوق في مرته وانت اخترت المدام خدمت على روحه مش قدام مرته قدام خطيبته صاحبته تي هي على كيف كيف خطيبته صاحبته مرته يبدا يسوق مثلا ونقولوا احنا محمد الصادق يسوق في كهرباء يولي بطل في الواحد تلقاه يا بهيم او دل سوق مضمونه صلي على النبي عايش صلي على نحترمك ونقدرك تنابط نصتعك تنابط نصتعك تنوريك صلي على النبي صلي على النبي شي غي انت صلي على النبي بعد ما امزديلك انت يا اخي انا بدلو تنوري امزدي تنابطك نبدا الناس فيك وننفذ يا قار شكون احتوالك الفرمي شكون احتاك الفرمي صلي على النبي عايش ولا نقتلوا وين انا لست امبي لست حصات على اللطف انا صلي على النبي عايش كل كلمه برا تعدى برا تعدى ربي توني رو والله يحرزك معاك المدام ابقى غد قاري على اليمين يا هامل شدي الفولون الاخضر لا ولا لا شدي الفولون الاخضر هكيك مسايبه شدي طلع في رمال طلع في رمال اهبط يا هامل اهبط خوت وكان ما توسعش انت بالك وانا نوسع بالك كنت توانسه راه خيال راه خيال نوسع بالك وطلع كاميون يسوق في كرهبة يرحم والديك برا برا ربي معاك يا خو سامحني عاد توانسه الكل على اعصابي على اعصابي ومعايا وهي راه كبشت قالت لي هبط له واد سامحني يا خو ما تخليها فيه سن فيها قال لي راني مريض درسني نعرفه من الروت هذا يبكي دق عيني بالدموع يبكي مش بدني واش واش في وذناي ونعطيك درسني بري حطي بريمير وهي نمشي هذا تعرف اللي قهرني في السياقة ساعات البلايك اللي مش في بلاصتهم ما انت حاجة غريبة برشا مش نختار لكم شوية بلايك وانتم تقولوا لي نتاع شنو
البلاكه الاولى محمد طلع لي شنو هذه. هذا اي هذا ظهر لي ما تكيفش تحت الماء. حوته كلات الهريسه. حوته كلات الهريسه. قال لك ما تكيفش تحت الماء. محمد بالحق. والله يسوق له. هذيك ممنوع تدخين للسمك. ممنوع تقدم. هذيك ممنوع تتكيف تحت الماء. تحت الماء هاي فوالا. شنو ممنوع تكيف تحت الماء يا اخي؟ فما واحد نجم يتكيف تحت الماء. هذيك هي. هذيك معناتها هذيك هي. ما يمكنش تتكيفوا طيش الدخان. ما تطيش الدخان في البحر. واش جواب صحيح؟ برافو 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 يعطيكم الصحة. البلاكة اللي بعد عندي زوز برميات. هذه شنية؟ هذه رد بالك اللي يخص عليك سنجاب قندس. هذوما في الغابات جينيرالمون في عند دراهم واش هزيت هذوك قندس. هذايا كاستور. تمشي تأجري 40 كيلومتر فما مشوى بعد 40 كيلومتر خاطر فما راهو النجم يشويو في القندس. قال لك بعد 40 كيلومتر تقعد انت والفامي تشويو قندس كاستور تعمل بلا قندس وجازوزه هاكا قال لك بني بني امشي في ال40 خاطر فما كاستور. اش قالك في البلايك فيهم حيوانات بسيم حاجه عجبه فما حاجه هي فما ساعات تلقى بلايك فيها بقره اي مرور جميل تبدا في حي النصر مرور ولا فما ترى البلاك اللي بعد ايه ذي باش تكون زرافه فيلم انا هذه محطوطه في الفيديو بس قال لك يقص عليك فيول يا صاحبي غادي فيول يقص عليك اي جينيرالمون مش بلاك تبعينا هذوما معناش معناش فما عندنا ليه معناش تدخل في السيدي عالمية للي طلعنا ليه معناش تدخل في السيدي حتى انا قدام دار الصدر الفيل الازرق توا احمر ولا للي طلع لي البلاكه جايه شنو صدقني يا اخو اللي يحب اي لا لا اي امشي سير هذه الممنوعات هذه اسمها برا موت هذه مدام بري روحي ما تمشيش بري روحي امشي على اليمين وعلى اليسار بعديك ترجع بتولي بعد تدخل قدامه وبعديك تدوخ تحرق قريبتك وتروح ما في مجموعه من المساجين في المرنقيه تكون فرقه مسرحيه اسمها البلابل الاحرار وتؤدي مسرحيه لشكسبير صار ولا ما صارش حسب رايكم في الحبس في الحبس صار ولا ما صارش لكلكم صار قديشكم متفائلين ترى نشوفوا باركونتر صار عرض مع تفهم المساجين عرض وحاجه اخرى اما الديتاي هذو ما صاروش الديتاي هذو ما لا ومتجيو مسرحيه شكسبير كان جاو عملوا مسرحيه اخرى تتعدى ما شكسبير ما اي شكسبير عندهم شيء في الحبس شكسبير رومي جولييت اوكي بالعربيه نتاع الحبوسين يكتبوا لهم ويعطيوهم كيما يعملوا مشاعر ويكتبوا نجم يكتبوا ترجمت علي اللحام شكون علاش؟ علي المحقر انايا؟ تو برشا فنانين ولاو يدخلوا للحبوسات وقاعدين يمشيوا يقابلوا في المساجين. لا مش هم في الحبس. فرق بين الفنانين يدخلوا يمشيوا لهم يقابلوهم. وبين المربوط يلقى المخ باش يقرا لشكسبير معناتها. لا ما يقراش هو لشكسبير. معلش اسكو كان قرا لشكسبير سعد القادر كان يدخل الحبس. لا ما يمكن ما نعرفش. كيفاش بتكون مشدود على الشيكيات مثلا؟ مشدود على الشيكيات تجي تجي هكا ما تتوقعها مربيت بيان سور اي خي هاكا شيكيات اكسيدون اي حاجه ما تسمعش ولد حومه ولا واحد تعرف ودخل الحبس نهار خرج قرا كتاب ولا لا قراوا كتب ما كيخرجوا معاش يقراوا كتب. خذوا الباك في الحبس نوفل السنة فما شكون خذا الباك في الحبس. اي فما شكون خذا الباك شكون خذا الباك وكملوا قرايتهم سي صوبش يكمل. والله وتلقى ممثلين في الحبس تلقاهم يمثلوا بالقدا خاطر هو عنده تجربة تلقاه صارت له تجربة كيفاش الدنيا ماكل برشا كفوف وتجارب الكل يولي في حتى في الجو بتاعه يولي صادق. لا تخيل رومي جولييت شكسبير في الحبس. كيفاش؟ مشهد لا مشهد الشرفة مشهد الشرفة مشهد الشرفة مشهد الشرفة رومي وجولييت جولييت حبيبتي روميو حبيبتي روميو أين أنت يا جولييت؟ وين أنت؟ هني قاعدة في شرفتي. لقد أشتقت إليك انزلي إليك انزلي أهبتي. لا أنزل ولا أنزل. أهبتي حشتي بيكي يا حبيبتي حشتي بيكي توة في نص الليل حاجتك بيا أهبتي نذهب إلى قرب الغابة نقوم لنشم الهواء الطلق. لا لا اتركني وشأني أنت غدار يا روميو. أين أباك ذلك الغدنفر؟ رأيته بمريول أخضر. ادخل يا أباه إنه نائم
روميو ماذا تفعل مع ابنك؟ تخدم في مخك؟ يا إلهي لقد قام الوحش. أبي أنا لا أعرفه. سنلتقي غدوة في كالعادة. جيني الاستوديو. فما اللي عرسه في الحبل زي ده به مصري يهزبوه باش يمشي يخطب بعد شهر عرسة الطفلة بالبو. صار ولا ما صارش في مصر بلد العجائب ينجم يصير أي حاجة؟ نجم تصير. حكيم الحلقة قال صار، تتوقعها سي عبد القادر تنجم تصير؟ صعيبة شوية. والله ممكن ياسر، خاطر تلقى البو باستمرار يمشي كل يوم، تعرف الحكاية نتاع البستاجي. ثم واحد كان يحب مرأة معناها برشا. كل يوم يكتب لها جواب الصباح وجواب العشية، تقريبا شهرين ثلاثة. حبت البستاجي. فينا الماء عرست بالبستاجي. يووو. ديسك اللو فوايي تو لي جور دو فوا. هي ما هذا بو يا كيف معناتها فو كومباري لانكومبارابل. لا موجود هذا ما فما هي نكتة في الحقيقة حتى عندنا يقول لك فما في البادية مشى واحد يخطب البنت لولده مشى تقريبا غاب يجي شهرين. ايه بعيد البقعة ومشى باش ما تقوليش هز البقعة. لا يا ابن شو شو. فينا الوقت اللي رجع عرس هو اياها وروح. قال له كيفاش؟ قال له والله انا عطاوها لي بالسيف. موجودة. حلوة حلوة. شوف كيف يقع. هو انا عطاوها لي بالسيف. علاش ما دخلش معانا في المسابقة نتاع المصاري؟ استنى سي عبد القادر. لا بالعكس حلوة. سي عبد القادر ما عادش تحكي نكت هكا خاطر خايف على كريمة. لا بسمي حلوة تضحك النكتة حلوة سي عبد القادر. هو كيفاه هز البادية والواحد والله العظيم سي عبد القادر. وبعدك البستاجي كيفاه جاي. والله سي عبد القادر زوز حكايات راهي البستاجي وحدها والاخرى وحدها. عندي واحد الناس سي عبد القادر يخطب لي. عنده واحد. الحكاية الحكاية هذه في الخطبة. عجبتني عجبتني. يهز ويخطب لي ويحكي الحكاية هنا. وانا بالطبقات يبداو خالتين ورا بعدين روح. لا فتح ساعه تفضل. لحظه كريم لي انا قعدت عاقل عنده حكايه ثالثه سي عبد القادر. بكري انا خليت عمدا انا اسمع بكري انا خليت عمدا بيا تربح. عمدا في الحقيقه عندي كعبه باش نولي نربح انا بها. اي ومسبقا ثالثه هذه. ثم واحد عمل الاخرين راهم يفهمون بيه ماستين توا هذه قال لك ماستين. هاي لازم ماذا بيا تعدوا شكون يضحك على اصوابع لدينا. اي واحد عنده برشا جر غابه كبيره عنده عمل له نص قال والله انا ماذا بيا على ان بوشون بالقدا يقص معناها وراجل قوي وكذا. قعد مسكين يجي ست اشهر ما جا حد. نارو ناراتو كيكا وجاي واحد في السي وتعرف في حاله ما تنفخ عليه يطيح ضعيف وعلى حليله معناها مشكله فيه. والله سبحان تقدم الله. للراجل صب عليه قال له تفضل مرحبا تحب تاكل تحب تشرب تحب. قال له لا لا بالعكس كيفاش تطيح قدر ولا. قال له شبيه؟ قال له موجود على النص خرج له النص. قال له انت عملت للنص تاع السجار؟ قال له وي. قال له انت بشرون؟ قال له نعم. النكته باش تبقى في كلام الناس. عمر فريق الاعداد كلمه رمركاش سيد الطاح. قال له خلينا نكمل لك معاه. قال له قال له قال له وين عم سيري كرب خذ سيري كرب ابقى ورا ظهره سيري خذ سيري. قال له به وقت بلا سيرون هاك 76 نون دي ابو نون دي. قال له قال له باختصار اي فك علينا باختصار تصفيق على باختصار. الحمد لله. ايوه قال له باختصار قل لي انا وين خلطنا عاود لي من الاول خاطر ما ركزتش. جاء واحد كل في السيو تعرف في السيو تنفخ عليه يطير. قال له باهي بون من غير محقرنيه السي في نتاعك يعيش خويا جبد له السي في حاط من العام الفلاني حتى العام الفلاني العام الفلاني وين كان يخدم يحط في الصحراء. اش يخدم يحط في الصحراء؟ في الصحراء. قال له جوستوما هو قال له كيفاش في الصحراء؟ قال له كيفاش في الصحراء؟
ماستا وماكسيما. قالوا اي لا مزيان. قالوا كيفاش في الصحراء؟ والله بجدي نحكي. كيفاش انت تحط في الصحراء في الصحراء الصحراء؟ قالوا جوستومون انا كنت غادي خطر. سي عبد القادر يا سي عبد القادر. لا لا لحظة، أما كريم في السيو سي عبد القادر. كريم أنت قبيلي قلت حاجة، قلت كان نهز سي عبد القادر يخطب لي طيفة تكوني من بعض. هاي نزل نحبك تهزه يخطب لك، هو الوالد نتاعك وباش تقنعه يمشي يخطب لك. السلام عليكم. اش بيك من بكري ترعش انت ماشي وجاي؟ صباح الخير. شنو تو صباح الخير ال11؟ متزينف داخل بعضي بابا. اش بيك؟ متزينف. شنو معناها متزينف؟ متزينف مع بابا. نحب نقول لك راني نحب نهزك تخطب لي بابا. تعرفت على طفله ونحب نهزك تخطب لي. هاي فكره باهيه ذي. عايشك باهيه؟ اي وين عرفتها بالضبط؟ في البار. نعم؟ ها؟ نعم؟ في الكار، في الكار. هي طلعت في الكار ومرسك يا اخي، صارت تفوت تحت لها تسكره، هزيت لها تسكره. جيت العين في العين، تحت شكل مفاتح نتاعي. جيت الناس في شكل مفاتح، هزت التسكره ومن وقتها قلبي دق وكا. داكور. باهي ما يسالش اش بيه انت ابري تو كبرت تو لاباس عليك. باهي اش تعمل بالضبط الطفله ذي؟ اش تعمل في حياتها؟ تتباع في الدواء. في الدواء؟ تبيع في الدواء في فارماسي بابا. تبيع في الدواء في فارماسي. تحب تبيع زقوقو بابا؟ تبيع في الدواء في فارماسي. شوف كيفاش عايش. تبيع في الدواء. عندها شاهد؟ اش عندها؟ شاهد؟ ما عندهاش شاهد بابا. مالاش عندها؟ عندها يا عندها يا بابا عندها عندها مقرونة بولونيز طيبها مش نورمال بنينة عليها. تخدموا ولا تاكلوا في البولونيز؟ ما ساعات تجيب نمشي تجيب لي للخدمة. تجيب لي للخدمة ساعات فطوري بابا. هايلة ذي، هايلة ياسر، هايلة. عايشك بابا. هايلة ياسر. عايشك بابا. و جاي معاك بابا. اي معناها تريفس الفلسفة بابا. لا لا استناني عايش بابا. محترمة شوية في لبستها، ما تعرف عائلة هذه مش تتواج في كتاب. بوها عنده لواج. لا مش بيه. لا لا خدمة شريفة وبارك الله فيك. عايش في السيو بابا. باهي. وشنو ناوي آخر معناها؟ شناوي ناوي كهو؟ باهي برا بدل وجهك مش وقت توا ذا كله برا. اسمع بابا نوريك تصورها هكا تتو مهبولة كريم. شو اسمها ذي؟ تتو مهبولة كريم مريضة بالكولونات وعم تصورها في البحر تتو نوريك بابا تشوف. لا ما توريها ليش ولا لا يوريها لي برا. امشي برا بدل علي وجهك برا يا بابا. نحبها يا بابا برا يعطيك حبها في السيو بابا. رايش السيو يا بيه محمد مراد دونك نعاود نذكر اللي فيلم وها هبط. صار معانا محمد. قبل ما نكملوا في صار وما صارش. محمد الفيلم اسمه وها والتجربه اكسبسيونيل. انت تلعب دور البطوله في الفيلم هذا، طفل الدلول نتاع العائله. اليوم تفضلوا على اخواته لكل درجه اني تعمل جهده باش توفر له اللي يحب. حتى كيواتا حسب صلح لي كان غلط عيد ميلاده مع عرسخته. هي عيد ميلاده على هي بجلت عيد ميلاده على عرس اخته، وفي عيد ميلاده جابت له الهديه اللي يحبها فنانه احلامه. نحب نسالكم قبل ما نعرفوا فنانه احلام البرسوناج نتاع وه، فنانه تحلم بها كنت بالاسم اي اسم يجي لمخك وانت صغير؟ اسمها ولا فنان مريم؟ قولي بسام. افريل لافين كنت مغروم بها على الاخر. افريل لافين غير عليها في الكليب يا قوي يبدا يسحى غير على الاخر. انا انطونيو بانديراس. ورد الغضبان.
فنانة أحلامك وقتها. كي اسمها هان. اسمها هان. باين. أنا بيان سور كي يجي ليكول عبد الحليم حافظ. عبد عبد الحليم حافظ صادق. وي خويا. فنانة أحلامك. نجلة يا خويا. شكون نجلة؟ ما تقوليش. نجلة تنسية؟ محمد قبل بيرسوناج. أعطيني أنت. برشا والله برشا خلينا. برشا برشا. بريتني سبيرز كل كل بريتني سبيرز. أي. الناس كل معناها. دونك البيرسوناج نتاعك مغرومه بنجله. لا. نجله هي فنانه نجله تونسيه بارد. نجله تونسيه فوالا خدموا عليا خدموا على شخصيتي في الدنيا على خدموا على شخصيه الفنانه نجله اللي هي تمثل زاده في الفيلم. دونك كيفاش كان تحكي لي الاكسبيرينس نتاع الفيلم هذا اللي جديد نتاعو انه بلا سماس انتم باش تخلصوا انه باش يتعدى في لايس فليكس معناتها ابليكاسيون تهبطها تتفرج في نومبر الليميتي نتاع افلام بمبلغ بسيط 5000 في الشهر خلاص تمشي لل عندك اكسيل 4000 فيلم تتفرج فيهم هما عادة افلام انتو تبيراتيهم ولكن يبداو بكاليتي باهيه كريم تركز مع الضيف نتفرج في الباندا انا فوالا فوالا دونك احكي لي محمد الاكسبيرينس تاع الفيلم الكوميدي هذه كيفاش عشتها؟ اسمها هين الاحمر هي المخرجه معناتها جون غيزاتريس معناتها مازلت عملت دو كور ميتراج وهذا اللون ميتراج نتاعها تكلمت مع هشام رستم هشام رستم تلاها زاد معناتها باش يوجهها في الكاستينج شكون اقترح برا اسمين دونك يوجهها شكون الممثلين كلمتني انا على الرول هذا لقيته عجبني رول طول خذيته الكونسيبت جديد شنو هو اللي هو حتى كان ما عجبكش راك خذيته با فورسيمون خاطر اون بليس ما فيهش خلاص معناتها طول فهمت دونك واحد كيعجبني كل شيء دونك تلانسيت البرانسيب جديد شنو هو اللي اي سي فليكس عندها كان مثلا عندها بيدجي نتاعها مثلا 150,000 دولار 300 مليون تعطيهم للبروديكتور لازم يدبر راسه فيهم فوالا هو باش يتكلف ديزون معناتها في ال 400 500 اكثر كل شيء دونك عملوا ان كويز اس ام اس تبعث ان ميساج بدينار معناها مش هكاك في تونس معناتها لوبجيكتيف برانسيبال نتاع الفيلم هذا ولا نتاع الكومباني الاولى اللي عملناها انه مثلا تونسي يحب يولي يتفرج في فيلم في الشهر تونسي احنا في تونس نعملوا من 10 قداش من 20 معناتها في العام يحب يولي يتفرج كل شهر يتفرج في فيلم هكا معناتها خفيف على الاخر لايت وابتي بيدجي دونك يبعث دينار ينجم يربح دي كادو معناتها مش يبعث هكا نفس بالله دونك كيما اللعبه واترافيغ سا يلموا فلوس اكثر باش بو برودوير دي فيلم معناتها باهي شقالوا لك شخلصهم هما سورتو ساعة احنا اي توا باهي انت تعملها باهي معناتها نمثل بلاش ولا نعمل بلاش وكان جاي مدخول تخلص اي بيان سور اسكو زون لو شوا باللي توا الممثلين معناتها الممثل خاصة في السينما اي سورتو في السينما ما يتدللش برشا معناتها هما شوية ماهوش كلاسي مش كلاسي سينما ينجم كلاسي سينما ولا تلفزه ولا اللي هو معناتها لي شونس سون مينيم يعني باش تلقى ليه لازمنا نحيوها ليدي نتاع الممثل مسكين والممثل ممثل معناتها لا ما قلناش مسكين ومحقور وكي ما كان يخدمش في فيلم معناتها يموت بالشر وكل شيء انا ما نجمش نكرهها يموت بالشر شوف تكرهها ما تكرهش فما شويه واقع لا الواقع مش هو اللي نحبوه راهو هو الموجود مريم كيما ما مثلش انا تعرفش كيما ما مثلش اي بو با افونسي اي اي معاك معناتها بالنسبه لي يربح تجربه اما ليه توا فما برشا ممثلين معناتها جو روجوان بو بيا فما برشا ممثلين توا ياسر يتشكاو ياسر يتشكاو احنا ما عطاوناش وما قدوناش وما عملناش وما نعرفش شنو فهمت كيفاش؟ اي خاطر وضعيتهم خايبه هذيك علاش؟ اي الوضعيه خايبه هي اسمعني دقيقه هي في تونس ولا حاجه هي الوضعيه خايبه اما زاد عليك بالحركه واحد يقول معناتها ربي يقول لك انت عليك بالحركه وانا عليه بالبركه انت ما يلزمش المهنه هي تولي مهنه التمثيل الفن في تونس يلزم الواحد يعمل على روحه باش ياكل قوته من حاجه اخرى يخليها هي هويه شنو ياكل قوته من حاجه اخرى هل من لا من عليه هو تخلق ممثل هو من دون صنعته ممثل مع العلم انه الطريقه في الانتاج هذه هي حديثة وجديدة اتعملت بصورة خاصة للمخرجين الشبان اللي ما عندهم حتى شيء اي بور لي جون اوسي ونتصور انها ظاهرة ايجابية كبيرة برشا معناتها شنو نجم يكون الايجابية؟ هنا متأكدين مش تنجح برشا هذا تحل الباب هذم باش يهيئوا السينما القادم الفيلم معناتها سلون لافون بروميير معناتها يتفرجوا فيها برشا عباد معناتها من الدومين وكل شيء دونك الفيلم نجح معناتها احنا بور لو مومون معناتها مش نحكي على البوبليك
على جماعه اللي تفرجوا فيه مريح صدى طيب فوالا صدى طيب دونك معناتها سكي سور باش يحل باش يحل وفوق كان جاي معناتها كان جاي متوسط ولا حاجه تنجم الحكايه تدغم اما توا بالفاز هذايا معناتها ينجم كل شهر معناتها اكسسوايز فليكس ولا اي معناتها بود برود تخدم معناتها السبور هذوما يخليهم يجيبوا جدد ينجموا معناتها معناتها بوه توا محمد معناتها بوه معناتها نجموا ننجموا معناتها كل شهر فيلم معناتها المشكل معناتها المشكل معناتها المشكل الاساسي معناتها في قله الانتاج معناتها في السينما احنا معناتها هو خلاص الممثلين انتخ اي خاطر ماس راح تعمل وانه المخرجين عينيهم كبيره لحظه الفيلم هذا تعمل في 6 شهور تصور في 3 جمعات والمخرجه كتبته في ساعه معناتها بمعنى باش تغلي الخبز على المخرج اللي يضرب 6 سنين وهو يقول لك عندي فيلم علاش هو مش يسخف لانه 6 سنين عايش بك الفيلم في بالكم مخرج تونسي كياخذ دعم ويطول في الفيلم يطلعش الباريز يعمل دوره في سهريه يفكتر على الفيلم يخرجش يعشي اصحابه يفكتر على الفيلم معناتها المخرج التونسي يقعد 6 سنين عايش بالفيلم من بعد يقول لك اني متعذب وماخذ دعم فوالا ماخذ دعم ومر وضع كل شيء يفكتر على الفيلم معناتها البرانسيب نتاع فيلم في 6 شهور الفكره تبدا وتوفى بعد 6 شهور ويهبط للسلام فكره يلزمها تولي يعجبك هذا تجي نولي كريم قاعدين نحكيو محمد يزينا من فيلم يشدك في عمرك انا وبسام ونوفل وجميع الكل قلنا اخي علاش ما فماش فيلم كوميدي في تونس واحد ولا واحد يحط يتفرج في فيلم تونسي باش يضحك جديد ما حشتوش لا قضية لا واحدة طلع في الروح في بيت سخون لا شيء يتفرج باش يضحك هي حاجة لايت هكا خفيف ونشجعوها ما احلاها معناها 6 سنين هذوما ما تصورش فما فيلم تونسي ما جبدش سياسة ولا ثورة ولا هذا ما عنده حتى علاقة حكاية هكا ما احلاها واحد حب طفلة درجة خفيفة كيما المصار وانت تشوف احمد حلمي افلام ما احلى ما فيها دينيونس ما تعرفش وين تمشي تخدم فيلم كوميدي مثلا كفو يمثل معنا باش يعرس بنادي ابو سته اللي هي محاميه معناتها هكا ثم دي سيتياسيون هما اللي يضحكوا نجموا نعملوا سينما تجاريه شوي يلزم تمشيوا تتفرجوا في الاكسبيرينس هذه باش تشجعوها وحتى كان ما جاتكمش فرصه فما سال سينما مش في القاعات نوفل. اي مثالش باش نقول في اللايس فليكس زاد اللي عنده انترنت اللي عنده كذا معناتها كي يخرج فيلم في تونس ما فماش دي سال دو سينما معناتها حتى يتعبيو 16 عندنا 16 سالة حتى يتعبيو لا والله ولا يعبيو ولا يعبيو اول فيلم هذا لا 16 سالة معناتها كان يخرج هو في 10 سالات ديجا باهي نتسميو سلكناها ان شاء الله بالتوفيق ليك دونك محمد مراد قبل ما نكملوا معاكم نعملوا الحوار الوحشي شنو برنسيب الحوار الوحشي انه بالصدفه نختاروا اصوات وشخصيات والموجودين يقلدوا مرحبا بكم هذه حوار وحشي يلا القرعه الاولى يلا ورينا الحاسوب شكون باش يختار وشنو الشخصيه اللي باش يجسمها يلا نشوفوا القرعه الاولى يلا بسام ديك رومي تقدو صاحب يرحم والديك مريم بيا يلا حوار بين بيا سبيت شوم انا وديك رومي شكون تبدا انت شكون يبدا ابدا ديك ابدا ديك ديك حسين الديك الحوار تفضل امبوسيبل امبوسيبل مش مصدقين شنو هذا امبوسيبل لا شنو هذا يا بيا شبيك تسمع فيش قاعد يقول يا نوفل اش قال؟ اه تعرف اش قال لي؟ لا لا جو بريفير با تو دير فرانشمان لا لا انا عمري ما شفت الشيء هذا لا لطف لطف شنو لا سي با نورمال سا تسمع فيش مي اش قال؟ قال لي مين الصندوق في وزنه؟ لا لا سامحني مش نورمال مش نورمال في هذه البلاصه انا مش نورمال كانت هذه حوار وحشي باهي نرجع صار ما صارش طلبة الطلاق في تونس هذه صارت ولا ما صارتش؟ طلبت طلاق من رجلها لانه حط جيم على تصوير تليكس نتاعو لقاته في الفيسبوك حط جيم فقط حتى كومنتير حتى ديسكسيون صير صار صار قديش كم قاسين مع المرأة التونسية تصير هذه على جيم بيا اي تنجم تصير على جيم اي تنجم تصير ودايوغ جيماجين صايرة برشا مشاكل على الجيمات حكاية الجيمات هذايا حسيلو نعملوا في مشاكل كبيرة يا مريم
خير ساعات واحد يحط جيم كيكه راه مش بالضروره. اسمع ساعه كيكه وش على تكبس انت ساعه فيك تحط في الجيم وتمني سيام كيكه وراجيك عندك مشاكل. لا نقول لك لا لا ويدويك جواك عليك. لا لا نقول لك مخيبها ومخيبها وما تعجبنيش وكل بعد تلقى الباج نتاعها الكل بالجيمات. معناتها سامحني معناتها انا كي نحطك مثلا انت تحل فيسبوك نتاعك تلقاني حاط جيم على تصويرتك شنو يجمش المخ. انا تقارن لي يكتب مثلا يكتب بابا توفى والناس اللي جيم يحطوا له. ايوه هذيك عمري ما فهمتك الجيم على محمد الجيم معناتها شنو تكلمي بالتليفون شنو بالضبط. صادق محمد الجيم تتفهم تنجم تتفهم خيانه؟ اي من الاكس نتاعو ديجا ما حط الجيم وسا ديبون ايه التصويره اللي حطها. وكيف راهو معناتها الدنيا كبيره ياسر راهو جيمات معناتها نحسك خبير تحط في الحكايه دي. انا الحمد لله هاي مصطلح ما تغلطش لحظه نفدلك لا حتى بعد نص الليل تبان سا ديبون ايه تصويرك فيش عامله وقتاش مثلا تصويره مولدك مبروك وحد جيم تتعدك خيان خارجه من البحر ولا حكيف ولا لابسه روبه حمراء وقتها تولي وقتها تولي مخطر اخويا بالوقت روبه نتاع عرس ويحط في جيم أي. مولدك مبروك تتعدى وهي اكس ديجا وهي اكس اي ما نجموش يقعدوا صحاب الاكس يزم بلوكيها على الفيسبوك هي ديجا معناتها حسب الطفله التونسيه جيم بعد نص الليل بوسه هاي في مقام بوسه بالحق هذاك اي جيم يدرى عالم كبير في مقام بوسه وديما تلحق على الفيسبوك في بالك برشا قضايا على الفيسبوك معناتها ما عادش تحب تصور ابارتيغ دو مينوي ما في سينوي اولوها اي اولوها برشا قضايا في الفيسبوك قضايا مشاكل ديما تلحم كريم ديما تلحم على الاخر وتبدا ما نقرا في الجرايد مثلا قال لك نسبة التطليق من الفيسبوك كبيرة برشا برشا وليت من الأسباب نتاع ما يدخل على راجل مثلا نبدا مروح يروح يدخل يلقى تكونكت يشد التليفون مثلا شد التليفون شنو يا فيك؟ تليفون في بالي تليفون قلت لك باكل بن أنا في بالي بيه تليفون مع شكون قاعدة تحكي؟ مع دي فيسبوكر؟ فيسبوك أنا فيسبوكر يا بنتي بتاعك تحكي مع وشكون هذاك عمر مانشستر عمر مانشستر ها كريتو يا بنتي ريتو عمر مانشستر بعث لك الدبدوب اللي قلبه خارج هذا يدخل في قلبه قلوب خارج تحب نبدا نهز فيك وننفض انت وياه تي ما سي ريان ورياض الترا ودرا شكون شنو يا جماعه تي سي مون بتي كوزان عمره 17 سنه بتي كوزان أغزو عمر 17 هذاك 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 عمر 17 تفرجي جداق وواحد عمره 38 هذاك صغير ما عادش تحكي معاهم يا بنتي هذوما قلت لك فاميلتك انا فيسبوك احكي كان مع فاميلتك ريغارد ريغارد في فيسبوك عندي كان لي فامي لا فامي هكا هو ما عنديش حد اخر 15000 فاميلتك اخي بغبش انتم ذبان ذبان ناموس في السيله الشعبيه عباد راكم شنو 15000 باهي هذيك مريم اب اب فاروق هاك تقرب لك مريم اب فاروق هذيك سي ما كوزينه تا كوزينه يا عيطي لها مريم اب فاروق تجي تفطر بحذانا ولا حاجه ولا تجيبها تجي تفطر بحذانا نهار حدك استدعاها تا كوزينه عمري مريضه مريضه يجيب فاروق مش مصري فاروق مش باهي حلو بس الاب على بالحق ساعات واحد يبعث لطفله اب يقولها معرسه اي بالحق بالله لحظه نجم نقولها خاطر تفضل قولها تفضل بالله قلت على اخر مره فما واحد عامل لي كونت انستغرام انا ما عنديش انستغرام في حياتي وقاعد يحكي مع العباد عنده 170000 ولا كيفاه اللي تضحك فيش انا كي كتبت على الفيسبوك نتاعي كتبت راه فما واحد عامل لي كونت انستغرام وقاعد يكذب ويفلم والكل راه ماهيش انا العباد تحت تسب فيا انا قسما بالله جاتني واحده قالت لي يا قعر يا قعر قالت لي احشم على روحك قالت لي قالت لي تصاور اللي عنده وانت ما عندكش منه وذرنته ذرنته يعمل في تصاور عامل ريشيرش ما كنت تهبط فاز على الانستغرام مره ما بدي ناكل في اللبلابي ولا مره نجري ورا ناكل فهمت جيب في تصاور ما نعرفش منين نجيب فيها مره نبوس في ثور من الفير جيب في تصاور مش نورمال بص صادق قبل لا هاك اللي تفرج فيا عند امي مع كريم على الانستغرام تسب له الراتسه نتاعو علاش خاطر خاطر يكذب يعمل في مشاكل ولا يعمل في مشاكل تبرد على بنات الناس على اساس انا وبعت لي تصاور انا ديجا رافع قضيه على واحد عمل لي فو بروفيل على الفيسبوك ولا واحده قالها بعت لي تصاور كنت واقسم بالله جات خاطري مش معقول تصاور كنت شنو؟ وانت خارجه من الكوشه ولا لا انا بدي ما عنديش فيسبوك ورفع قضيه بواحد خاطر عمل لي برشا مشاكل لازم نحكيو فيها بالرسمي ما عنديش فيسبوك والله تعرف والله لا عندي والله مين والله عنده معناتها يظن قاعدين تحكيو في حكايات اخرى
اسمع اسمع ما بعرفش شو في العالم اليوم شاهينك والله ما بعرفش اليوم وانت شو رديت؟ اهلا نونو شاهينك جنب هاي نونو هاي فوفو لا نحبك معك ليه ليه ولا بالحق معك شبيه يعطيك الصحة محمد مراد حب تصفيقة كبيرة على النجم التونسي محمد مراد مازال الضحك مازال الجو امور جديه نرجع لكم بعد الفاصل